أبع. الآن إن كيفية إدخال الأنبوب المعدي ستومك تيوب إلى داخل المعدة. هنا هذه النيزل كافيتي وهذا النوز، ولكن هذا النوز هذا هو الحقيقي وهذا الكاذب. الكاذب هو هذا، شوفه مغلق بالنهاية، هذا الكاذب مغلق النهاية. هذا ما ندخل التيوب في هذا الأنبوب أو في هذه الجيب اللي هو الفولس نوستريل الكاذب. زين، فالآن ندخل الأنبوب في داخل الفتحة اللي هي الطبيعية للأنف، ندخلها إلى داخل الأنف. الفائدة أن هذا التيوب من يدخل إلى المعدة، صحيح احنا نعالج بيه ونعطي المواد المخرشة اللي هي تأذي المريء، فندخلها مفاجئ للمعدة مباشر قصدي، ولكن الموضوع المهم هو بعض حالات المغص الغازي عند تمدد المعدة بالغازات راح نقدر نلغي الصمام بين المريء والمعدة، بين المريء والمعدة. شوف هذا الأنبوب هنا، هذا واضح هسه الأنبوب شوية حركة، اي هاي شوف هاي الحركة، حرك الأنبوب، هذا المريء، هذا المريء الآن هذا شوفه، نقدر نشوف هذا الأنبوب أنه هو بالمريء. هنا نلغي الصمام بين المريء والمعدة حتى نقدر، لأن يعني أنتم تعرفون أنه في الخيل ما تقدر ترجع، ما تقدر تسوي فومشن، لأن هذا الصمام بين المريء والمعدة يمنعها. فلذلك احنا من ندخل الأنبوب راح يلغينا هذا الصمام، ونقدر نطلع الغازات المتجمعة في المعدة إلى الخارج، أو بنفس الوقت نقدر ندخل سوائل القمع وسوائل سواء سلاين أو ماء، ندخله بالمعدة، وبعد ما ندخله بالمعدة ننزل، راح يعني كأنه نسوي دوشينج للمعدة، نغسل المعدة ونكررها عدة مرات، خصوصا في حالات المغص الغازي أو تجمع من المواد الغذائية اللي موجودة في داخل المعدة وكيفية التخلص منها. هنا الموضوع الأساسي في عملية سحب الأنبوب، ما تسحبه بقوة وبسرعة، لأنه راح يصير احتكاك مع بطانة المريء ويسبب لنا مشكلة مرضية التهاب، فيكون السحب على كيفنا بهدوء، علما أن هذا يكون في لوبريكيشن سائل. شوف نسحب بهدوء حتى لا نأذي الحصان. شوف. أوكي.